الفن، هي الإبداع، هي الأسطورة، هي السفيرة. إذا أنا عشقت لبنان وحبيت أروح لبنان لأني تربيت على جمالها، على جمال سفيرة لبنان. حبيت منها الأناقة، حبيت منها الفن، حبيت منها التواضع، حبيت منها الإبداع، حبيت منها حبها للحياة، حبيت منها لبنان الجميلة. كانت سفيرة للبنان على أرض مصر، وكانت سفيرة لمصر على أرض لبنان. هي اللي عملت الجسر الفني والثقافي بين مصر ولبنان. هي اللي عشقناها، وأنا مش هقول هي رحلت عنا، هي جوانا. لما بسمع سلمولي على مصر، لما بسمع صوتها بحس إنها في قلب 90 مليون مصري. زي ما لبنان بتقول إنها بنت ضيعتها وبنت بلدها، هي بنت نيل مصر، هي بنت كل بيت مصري. نجحت على أرض مصر وقدمت أحلى فن في مصر. هي أسطورة، عاشت أسطورة ورحلت عنا أسطورة، وهتفضل هي أسطورة لبنان ومصر. الجمال والحب والفن والصدق والحياة. صباح. إذا تكلمنا عن الجمال وتكلمنا عن الإبداع وتكلمنا عن الأناقة وتكلمنا عن الفن وتكلمنا عن السفيرة وتكلمنا عن وطن كامل، هنتكلم عن الأسطورة صباح. أنا من عشاق صباح. صباح حبيت لبنان من صباح. سافرت لبنان عشان شفت صباح، قلت عايزة أشوف البلد اللي جابت صباح. حبيت الأناقة واللبس من صباح، حبيت الفن من صباح. صباح النهاردة لما بتتكرم لبنان ومصر كلها بتتكرم. هما بيقولوا بتاعتنا، وأنا بقول هي بتاعتنا إحنا. صباح هي جبال الأرض وهي النيل المصري. صباح مهما قعدت أقول عنها كلام عايز حلقات وحلقات، بس كل واحد عارف حبي لصباح قد إيه. النهاردة صباح بتتكرم، ويمكن أول تكريم لصباح على أرض مصر بعد رحلها. هي ما رحلتش، لأن أغاني صباح في أذن كل 90 مليون مواطن مصري، وملايين من محبي فن صباح في العالم العربي. صباح هتفضل في قلوبنا، هيفضل فنها والسينما بتاعتها الجميلة وضحكتها الحلوة وصفائها الجميل. ويا بختك يا جانو انها خالتك، وان انت دايما بتسعدي بكل لحظة لصباح وبتكريماتها وبحياتها وكل حاجة عنها. وانا دايما بحسدك، يا ريتني كنت بنت اخت صباح. يا ربنا يخليكي، انت من العيلة برضو. احنا بالنسبة لنا انت قد ما انت بتحبينا احنا بنحبك اكتر برضو. احساسك ايه النهاردة وصباح؟ يمكن ده اول تكريم على ارض مصر، ما حصلش تكريم. صحيح هو جاي من لبنان، بس احنا اللي بنكرمها، واحنا المصريين والشعب المصري كله بيكرم صباح. انت عارفة انا كان عندي عتب صغنون كده، بس برضو الحق يتقال في المحلة افتتحوا زي مركز ابداع كده وكرموها، بس انا للأسف كنت مسافرة ما قدرتش اروح. انما حبك لصبوحة ده حاجة معروفة، يعني بوسي وصباح، صباح وبوسي دي حاجة عادية. لما جت من 3 سنين استقبلتيها بزفة في المطار وما سبتيناش ولا دقيقة، ودايما بتكلميني عنها، وكنت معايا في أوقاتنا الوحشة في الظروف رحيلها وكده. مش هنسى عمري فضلك لينا بجد اللي انت عملتيه معانا في وجود الصبوحة وفي غيابها. We'll be right back.
وانت قاعده هي الحاضر الغائب، روحها معانا وصوتها معانا. يمكن انت ما طلعتي غنيتي سلمولي على مصر، الناس كلها حست ان صباح قاعده معانا بحيويتها، والشنطه اللي انت ماسكاها كمان، يعني حسينا صباح صوت وصوره. عارفه بوسي مش كلام مرسل ولا حاجه، انا السبوحه بحسها هي الحياه نفسها، فاي حاجه فيها حلاوه جمال شياكه اناقه كل اللي انت قلتيه ده، حاجه حلوه ضحكه ابتسامه حب عطاء، يعني محتاجه فعلا حلقات اتكلم عنها، بحس ان صباح موجوده فيها. النهارده انا حسيت زي ما يكون لبنان ومصر بيكرموا السبوحه، وبشكر مدام اسيا القاسم برضو، وبشكرك عشان انت حبيتي ان انت برضو تقولي الكلام اللي قلتيه عليها، يعني مش عارفه اشكركم ازاي، كانت غصه في قلبي بس دلوقتي بقت نص غصه. الحمد لله، ولسه ان شاء الله مهرجانات كتير جايه، واكيد هيبقى في تكريمات لصباح، وعايزه من اسرتها كمان تعمل لها مكان هنا ليها، تجمعوا مقتنياتها، تجمعوا حاجتها، يبقى مكان لصباح في ليها، اللي عايز يزورها، اللي عايز، يعني مش معقول ان احنا لما نحب نزور صباح ننزل على لبنان، هي هنا في مصر شافت الفن والمجد والحب والنجاح والاعمال والسينما والاصدقاء والجوازات وكل حاجه. مش بس كده، هي بتقول ان لولا مصر هي ما كانتش بقت الاسطوره صباح، كانت بقت جانيت فغالي بتغني في لبنان وخلاص. يعني هي مدينه لمصر بكتير جدا، وانت عارفه موضوع المتحف هيعملوا لها في لبنان، انا مش يعني ما بيتهيأليش فضل عندها كتير، على قد ما هي كريمه فضل عندها حاجات نقدر نعمل بيها متحف كمان هنا. انا حتى يوم راحلها حبيت طلبت من ابنها، قلت له عايزه حاجه منها، اداني فولارين كده حطاهم في علبه البرفان بتاعها، كل ما افتحها اشم ريحتها احس انها قاعده معايا، بس طبعا يعني انا نفسي احضنها وابوسها. بتروحي بتزوريها انا نازله ان شاء الله على لبنان في الميركس دور وهي متكرمه، اول حاجه هكون هعملها في اول ما انزل على ارض لبنان زياره الى قبر صباح، واحط لها الورود وافتكرها، لان كنت دايما لما بنزل لبنان لازم ازورها في الفندق اللي هي كانت عايشه. انا عارفه، انا شخصيا حاليا صعب عليا انزل لبنان، انا حاسه لبنان زي ما لهاش طعم، ما لهاش روح، ما لهاش لون، هيبقى صعب شويه عليا، محتاجه. مش هتحضري تكريمها في الميركس دور؟ لا، بنات خالاتي هيبقوا موجودين، وزي ما كنا انا اللي موجوده، هي المهم هي تتكرم. انا دايما بقول لازم تتكرم على كل نفس خدته في حياتها، عشان ادت للفن كتير، ادت حياتها كلها للفن، حبت الوطن العربي كله، ووصلت الاغنيه المصريه واللبنانيه في العالم كله، وبتحب فنها وبتحب الناس، يعني هي كانت دايما تقول انا عايشه من حب الناس. اكيد، واحنا بنحبها. وهختم باغنيه صغيره عن من صباح بصوت بنت اختها جان. هغني لك شويه من زي العسل، هي بتحبها. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي بوسي امير. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، مانيش رايده ومانيش رايده ومانيش رايده الا هو، مانيش رايده ومفيش فايده، مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو، مفيش فايدة في البعد عشقة، في القرب عشقة، زي العسل على قلبي هوى، زي العسل على قلبي هوى، وزي العسل على قلبي هوى، زي العسل. شكرا يا جانو، مبروك للصبوحة، ودايما الصبوحة هتفضل في قلوبنا، بنحبها وبنعشقها. ميرسي ليكي، ميرسي دايما ليكي يا بوسي، ربنا يخليكي لينا.